الاولاد اكلوها بالدراسه، والله مش حنفرح كثير والله انه كل اولادنا والله ايه نجحوا، ما درسوا شيء السنه، فتنا بالصيف، لا حصلوا قران، لا حصلوا علوم شرعيه، ولا حصلوا علوم مدنيه، بالصيف بدك تحط لهم برنامج، سواء كان هذا البرنامج في البيت، او كان هذا البرنامج في الدورات في المساجد، او كان هذا البرنامج على الزوم، عندك هلا اجازه طويله، ما لا يقل عن 4 أشهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعيه، يموت يوم يموت، وهو غاش لرعيته الا ادخله الله النار. القران شو وضع اولادك معه؟ اللغة، وأنت تعلم أن الآن في زمن ينبغي أن يحمل فيه الولد لغة ولغتين وأكثر، بل وثلاث. تعلم ابنك اللغة، فوتوا على دورة على اليوتيوب، ما تدفع يا أخي، ما تدفع مال. هلا الوضع هاي امطقت سن، ما تدفع مال على اليوتيوب، قول لابنك أو أنت بس تابع كل حلقة بيحضرها، كل درس بيحضره له مكافأة معينة، كل 5 دروس بفرغهم له مكافأة معينة، ما شرط المكافأة تعملها دائما مادية، له مكافأة بناخده والله ما فيك كزروا مسكرين بتلففوا حوالي البيت مرتين وبتطلعوا. الولد ما عنده مشكلة، والله ما عنده مشكلة، بس قرصته انجليزي علمه الان بالصيفية، قرآن علمه بالصيفية، امور الدين علمه بالصيفية. كيف بتعلمه؟ بتجيب له واحدة لتعلمهم بالبيت بعدين تتزوجهم ورا ظهر زوجتك وضع تاني، بتجيب له مدرسة محفظة بتعلمه انت بنفسك، بتاخده على المسجد اذا ما كان في كورونا، امر دبر راسك انت بدك تحط خطتك، بس المهم ما تتركه، حرام السنة والله حرام راحت هيك.